السلام عليكم، انا عمر محمد وده فيديو جديد في الالكترونيكس بلاي ليست. لو احنا معانا دي سي موتور عايزين نعمل له درايفنج ونكنترول السبيد بتاعته، او كاكزامبل تاني لو عندنا ال اي ديز عايزين نعمل لهم ديمينج نعلي البرايتنس ونقللها، ففي عندنا تو سولوشنز عشان نجيب بيهم البي دبليو ام سيجنال. اول سولوشن ان احنا نستخدم اي مايكرو كنترولر وهنجنريت بي دبليو ام سيجنال باستخدام البروسيسنج باور بتاعت السي بي يو. ده كده الديجيتال سولوشن. في عندنا الانالوج سولوشن وان احنا نعمل بي دبليو ام درايفر وذ اوب امبس زي اللي موجود على البري بورت. انا هنا عملت السيركت كبروف كونسبت بعمل بيها دامينج ال اي ديز، وهنا السيجنالز بتاعتنا على الاسلسكوب على تشانل 2 بالازرق، دي الاوتبوت سيجنال. وهنلاحظ ان انا بقدر ان انا اكنترول الديتي سايكل، وبالتالي بقدر ان انا اعمل ديمينج للال اي ديز، فلاقي ان البرايتنس بتزيد لما الديتي سايكل تزيد، ولما بنقلل الديتي سايكل هنلاقي ان البرايتنس بتاعت الال اي ديز بتقل لحد ما توصل الديتي سايكل بزيرو او تترن اوف كومبليتلي. في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل البي دبليو ام درايفر ونتست الريزلتس على الاسلسكوب. هنبدا الديزاين بتاع البي دبليو ام درايفر. شغالين على الاكزامبل بتاع الليد ديمر، فبنكنترول البرايتنس بتاعت ال اي ديز. اول حاجه ببساطه نعرف ايه هي البي دبليو ام سيجنال او البلس ويدث موديليشن. هي عباره عن سكوير ويف نقدر ان احنا نكنترول الاون تايم او الهاي تايم بتاعها. في بارامتر مهم للبي دبليو ام وهو الدي دي سايكل، عباره عن الريشيو بتوين الاون تايم والبريودك تايم، يفضل انها تكون برسنتجال. لما احنا بنعمل ابلاي للبي دبليو ام سيجنال على اللود بتاعنا، فهو بيشوف الافريج دي سي فولتج. اكشلي بسبب انها بتكون فريكونسي عالي شويه، فهو مش بيشوف الاون اوف، هو بيشوف الافريج دي سي فولتج للسيجنال دي، وهو بدوره اصلا فانكشن في الديتي سايكل. لو قدرت اعمل كنترول على الاون تايم او على الديتي سايكل، فاقدر ان انا كنترول الافريج دي سي فولتج اللي اللوب بيشوفه. بالتالي في اكزامبل ال اي دي اقدر ان اعمل ديمينج او كنترول الفولتج دروب الموجود عليه. طبعا الافريج دي سي فولتج عباره عن الديتي سايكل كبرسنتج في الفي اون او في الهاي فولتج. ده كده بلوك دايجرام للدرايفر. اول حاجه عندنا سكوير ويف جنريتور، بيطلع لنا هنا سكوير ويف بفريكوانسي عالي شويه، ندخلها على انتجريتور عشان يطلع لنا هنا تريانجلر ويف. نعمل لها فيدنج على الانفرتنج ايمو بتاع كومباراتور، بنحط النون انفرتنج ايمو بتاعه على في ريفرنس، ونبتدي ان احنا نريسيف البي دبليو ام سيجنال على الاوتبوت بتاع الكومباراتور. ده كده اكسبلانيشن للسيجنالز الموجوده على الكومباراتور. انا عندي اللاين او الداشد لاين، ده كده الفي ريف الموجود على البلس، وعندي هنا تريانجلر ويف اللي موجوده على الماينس. لما بيكون ال VREF اعلى من Triangular Wave زي في المنطقة دي كده، فبيكون ال Output بتاعنا High، وبيكون ده كده ال On Time بتاعنا اللي من هنا لهنا. ولما بيكون ال VREF اقل من Triangular Wave فبيكون ال Output بتاعنا Low. فلو انا بعمل Tuning للبوتنشيومتر ده وبحرك ال VREF Up or Down، بالتالي هقدر ان اتحكم في ال On Time، لان كل ما ال VREF يعلى شوية كل ما ال Distance اللي هيقضيها اعلى من تريانجلر ويف هتزيد، وبالتالي الاون تايم يزيد والديتي سايكل تزيد. هنشوف ازاي نعمل امبلمنتيشن لكل بلوك من دولت ونبدا نعمل الكونكشنز. ده كده اول بلوك وهو السكوير ويف جنريتور. هو عباره عن شمت تريجر موجود هنا الهستيريسيس افكت على البلس، لكن في برانش فيدباك على الماينس بدايره ار سي. طبعا بنحسب اليو تي بي والال تي بي زي اي شمت تريجر عادي. حسب الريش اللي بناخدها هنا بنبدا نعمل اناليسز للريسبونس بتاعت الار سي سيركت، ونبتدي نطلع الفورمولا بتاعت الفريكوانسي. اكشلي لو استخدمت نص فالفورمولاز ديت فاليد كلها. في النهايه انا اخترت الكاباستور ب 0.1 مايكرو فارد، والار 3 2.5 كي اوم، والار 1 والار 2 اللي هم هنا بتوع الهستيريسيس افكت اخترتهم قد بعض ب 10 كي اوم، وده هيدينا سكوير ويف ليها فريكوانسي حوالي 1.8 كي هرتز. نبدا نوصل السيركت ونشوف الاوتبوت على الاسلسكوب. انا وصلت السكوير ويف جنريتور على البري بورت المنظر ده، وعندنا هنا السكوير ويف بتاعتنا على الاوتبوت. اكشلي الفريكوانسي طالع تقريبا 1.6 كي هرتز، ففي ايرور بسيط جدا على الكالكوليتد فاليو، لكن ده سوتابل جدا او ان رينج يعني. طبعا الكاباستور والريزيستورز الفاليوز بتاعتهم مش تولرنت 100% يعني. نبدا ان احنا نشتغل على الانتجريتور ونتست الريزلتس على الاسلسكوب. ده كده السكند بلوك بتاعنا وهو الانتجريتور. طبعا معمول بالاوب امب. في كونديشن بسيط هنا وهي ان الار 2 الموجوده في الفيدباك
رانش تكون اكبر جدا من الار 1 او من الماكسيمم فاليو للبوتنشيومتر ار 1. طبعا هنجيب هنا الفورمولا بتاعت الفي اوت، واللي عندنا ده كده اسمه السلو ريت او الاوتبوت تشينج ريت. لما بيكون عندنا الفي ان الموجود هنا ببوزيتيف او بيكون بفي ماكس، فبيحصل عندنا نيجاتيف جوينج رامب بالسلوب دوت. ولما بيكون الفي ان بتاعنا بنيجاتيف الفي ماكس، فبيبقى عندك بوزيتيف جوينج رامب بالسلوب ده. السوتابل فاليوز اللي انا اخترتها للكباستور 0.1 مايكرو فارد وللار 2 10 كي اوم، هنبدا ان احنا نوصله. دي كده اخر ستيج عندنا وهي الكومباراتور، موجود طبعا على الماينس بتاعه التريانجلر ويف اللي هي تبقى جنريتد من الانتجريتر، والموجود على البلس هو الفي ريفرنس زي ما قلنا بالبوتنشيومتر. هنا البي دبليو ام سيجنال، اكشلي الاوب ام مش قادر ان هو يديليفر انف كرنت عشان يترن اون لودز كبيره زي ال اي ديز او ان هو يدرايف دي سي موتور، فنحتاج ان احنا نعمل اوتبوت ستيج او اوتبوت درايفر. انا اخترت الماسفيت اللي هو الايرل زي 44 ان، وده ان شانل ماسفيت. وصلت هنا كده 1 كي اوم بول داون ريزيستور على الجيت بتاعته، وهو اللي بيعمل لو سايد درايفنج لللوب بتاعنا الموجود هنا، فيقدر ان هو يديليفر انف كرنت ونقدر ان احنا ندرايف بيجر لودز. نبدا ان احنا نوصل التو بلوكس ونتست الريزلتس على الاسلسكوب. دي كده الكومبليت سيركت بتاعنا والكومبليت بي دبليو ام درايفر. هنعمل راب اب بسرعه كده على الموضوع، نبدا ان احنا نوصل للبري بورت. هنا كده اول ستيج اللي هو السكوير ويف جنريتور، طبعا بالفاليوز بتاعتها هي الموجوده على البري بورت. ده بيطلع لنا 1.8 هرتز سكوير ويف، ندخلها على الانتجريتور بيطلع لنا اوتبوت ترينجلر ويف بنفس الفريكوانسي اللي هو 0.8 هرتز، وبيطلع لنا الفولتج بتاعها 20 فولت بيك تو بيك. دي بندخلها على الماينس بتاع الكمبراتور، نوصل الفي ريف على البلس، وبالتالي بيطلع هنا بي دبليو ام سيجنال بتعمل درايفنج للايرل زي 44 ان، وبالتالي تعمل ديمينج للال اي ديز بتاعتنا اللي هي كونكتد مكان اللود هنا. نوصل السيركت ونتست الريزلتس. اكشن وصلت السيركت بتاعت البي دبليو ام درايفر على البري بورت زي ما موجود في السكيماتكس. لو بصينا هنا على الاوسيلوسكوب الاقي على تشانل 1 عندي تريانجلر ويف اللي موجود على الماينس بتاع الكمبراتور، والاقي عندي على تشانل 2 البي دبليو ام سيجنال اللي هي الاوبو بتاع الكمبراتور. نبدا ان احنا نغير في البي دبليو ام في الديوتي سايكل بتاعتها. حاليا كده الديوتي سايكل ب 0%، هبدا ان انا اعلي الديوتي سايكل والاقي ان البرايتنس بتاعت ال LEDs بتزيد لحد ما اوصل تقريبا ل 100%. ده كده الماكسيمم ديوتي سايكل. بكده خلصنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.